في مياه خليج عمان تشعر هذه الناشطة في مجال البيئة تماماً وكأنها في بيتها. أنا أحب البحر لأنني أمارس هواية الغوص وأجد جميع المخلوقات التي تعيش فيه رائعة، ولربما لهذا السبب أشعر بالراحة أكثر في المحيط. وقد تكون حماية البحر هي شغف الأميرة العمانية السيدة تانيا بن شبيب، وهي إحدى أفراد العائلة المالكة في السلطنة. نحن في طريقنا إلى جزر ديمانيات، وهي محمية طبيعية في السلطنة، وتتمثل أهميتها بوجود الكثير من الشعاب المرجانية، ويعيش على شواطئها كثير من سلاحف منقار الصقر. وسلاحف منقار الصقر هي من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تضع بيضها مرة واحدة بالسنة في حفر على الشاطئ، ويمكن للمخلفات التي يتركها الزوار أن تقضي على هذا البيض. يبدو أن لديك غريزة التقاط الأشياء. نعم صحيح، أنا أحب التقاط الأشياء. وعلى الشاطئ تنتشر القمامة، وبشكل خاص البلاستيك الذي يعتبر مشكلة حقيقية. نعم القمامة مشكلة هنا، لأن وصول الناس إلى الجزر أسهل من قبل. ورغم كونها أميرة فهي لا تخشى من اتساخ يديها. قمنا بحملة تنظيف في العام الماضي، وجمعنا ما يزيد عن 200 كيلو جرام من النفايات البلاستيكية، وهذا في حد ذاته أمر مثير للدهشة. وقد بدأت فكرتها منذ ما يقارب 15 عاما، ولكن وبعد المرسوب الملكي بتقنين المنظمات غير الحكومية في عام 2004، بقي جمعية البيئة العمانية الوحيدة التي تكرس جهودها لحماية البيئة. وبالنسبة للسيدة تانيا، فإن من أولوياتها إيصال الرسالة للأطفال. أعتقد أن مهمتي تبدأ عندما يتعلق الأمر بالأطفال وتعليمهم، فأتمنى أن أتمكن من إحداث التغيير الذي آمل أن يصبح جزءاً من أسلوب حياتهم.